دابا انت تبارك الله عندك الوليدات وعندك ايضا الاحفاد. Yeah. عندك نهيله يمكن ياك نهيله ومحمد ومحمود. Yeah. هذوك تيتسماو الكبدان معاوده ياك تيكونوا عزاز بزاف. عزاز اه شنو بان لك الا كانوا هما الضيف المفاجاه محمد ومحمود؟ جاتك هذه المفاجاه. واو حبيبي دابا راه والله ما عرفت شكون هو محمود ومحمد فهد. شكون محمد ومحمد؟ بلاتي هادشي عطيني الميكرو هاك. شكون انت؟ انا محمد. وشكون الاخر؟ محمود. وشكون محمد؟ هو انا. وشكون الاخر؟ محمد انت زوين هذا تبارك الله كيهضر مزيان عليك. ياك اعطي الميكرو لخوك نشوف شنو يقول لنا. شنو سميتك انت؟ محمود. وشكون محمد؟ هو تبارك الله. شكون كيشبه الاخر انت ولا هو؟ بجوجنا. بجوجكم شنو؟ كيشبه راسنا. بجوجكم كتشبهوا ريوسكم مزيان. سميت جداتكم شنو سميتها؟ فاطمة تحيت. هاكاك انت انتي كيعطوك باللقب ديالك. اه كتسمعوا الاغانيها؟ شويه شويه. واجي انت اجي اجي انت حدانا اجي عطيني الميكرو لخوك تا هو يهضر معنا شويه. صافا كلشي بخير؟ كلشي بخير. ناشط؟ ناشط. ناشط كلشي. كلشي زين؟ كلشي. وقول لنا اليوم شي كلمه في حق جداتك شنو تقول عليها؟ عزيزه عليا ديما كنجي عندها النهار السبت والحد. ديما كدوز عندها؟ ديما ديما. وشنو كتعطيك؟ ها؟ شنو كتعطيك؟ والو. كتهلا فيك باش فطرتي اليوم؟ ما فطرتش. واش هادشي هذا لا فاطمة؟ خليتي تدرب لا فطور؟ لا اليوم عند ماما ياك؟ ماما. ها؟ اليوم كنت عند ماما. اليوم كنتي عند ماماك؟ فاش كتكون عند جداتك كتفطر؟ اه. مزيان مزيان. ونعطيو نهيلة تهضر تا هي شوية. صافا نهيلة؟ لاباس الحمد لله. هضري بزاف. كلشي بخير؟ الحمد لله. هانية؟ الحمد لله. ناشطة؟ الحمد لله. شنو تقولي اليوم لفاطمة تحيت؟ عزيزة عليه بزاف ياك؟ لا لا يخطى علينا. صاحبي قول لي كتفرج في رشيد شو؟ ديما كنتفرج فيه. امتى كيديروني؟ ها؟ بالليل. كيديروني بالليل؟ بالجمعة. واش كيعجبك رشيد شو؟ ها؟ كيعجبك؟ كيعجبني التحدي. بصح وشنو شنو حاجة أخرى من غير التحدي كتعجبك؟ كتعجبني هذاك ملي كديرو هذاك الشيء الاحمر وكيبداو يقروا تزوج فيهم. فاش كنديرو داك الشيء الاحمر كيبداو يقروا ياك. اليوم بغيت ندير واحد الحاجه لاله فاطمه حيت هو انني اول مره وحصريا في رشيد شو غادي نعفيك من الفقره ديال الصراحه. شتي شتي ديك هذيك اللي كان ندير فيها الضو حمر وكنبقى نطرح لهم اسئله قاصحه غادي نحيدها اليوم اش بالك؟ مزيان ياك الجداك صافي.